اللي عندك عيد الميلاد بده يعيد وصعب يعيد. اول سبب صعب يعيد بسبب الكورونا، انت عارف القرارات اللي طلعت كرمال البلاد وراس السنه، زادوها نص ساعة، عرفت للكرفيو، سياح الكرفيو زادوه نص ساعة 11 في ونص. كذا قرار، خلينا نسمعهم سوا. من وراء الكورونا، عيد الميلاد وراس السنة، في قرارات وإجراءات لازم نلتزم فيها. هي هاي. أوكي. اقترحت اللجنة أنه تفتح المطاعم والملاهي الليلية أبوابها خلال فترة الأعياد بشرط أنه تلتزم بنسبة تشغيل 50%. المطلوب أيضاً الحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات، ولا يسمح بجلوس أكثر من 8 أشخاص كحد أقصى على الطاولة مع وضع المعقمات. كما أوصت اللجنة بمنع الرقص منعاً باتاً ومنع وضع الشموع وقوالب الجاتو. ممنوع يقوموا يختلطوا ويبوسوا بعض ويرقصوا مع بعض، يعني لا قاعدين مع بعض بفهم انه قاعدين مع بعض بيرقصوا محلهم بيعملوا جو، بس ما بيقوموا بيرقصوا مع الاخرين وما بيكون في بيس للرقص. اوكي، لكن الوقت تغير والرقص على القاعد، ما في رقص وجاتو ما في، في كثير اجراءات ابو جي. هلا فسرهم وزير الداخليه محمد فهمي، ليش جاتو ما في، ليش رقص ما في، كل هالاشياء. شوف، في مخص الرقص وفي مخص الجاتو وعيد الميلاد وعيال الجاتو والشمع وعيد الميلاد. هلا انا ما في ايجاد للطبيب بالنسبه للرقص، لان الواحد بيتعب بصير بده يلهث زياده، النفس بده يطلع بسرعه اكثر، بيعدي اللي معه واللي معه بده تعدي. هيدي واحد. اثنين، في مخص الجاتو والشمع مش محطوطه اساسا هيدي، بس في مخص الجاتو والشمع اذا طفل بده ينعمل له عيد ميلاد ويطفي الشمع بده ينفخ عليها، ممكن اذا كان هو مصاب بالكوفيد 19 وما بحس لانه ولد، مبدئيا هيك يعني حسب قول الاطباء ممكن يعدي اللي بده ياكل من الجاتو. او لك فيهم الناس يرقصوا بالكمامه، اذا حطوا الكمامه بيرقصوا مسموح؟ هلا الرقص ممنوع، بدهم هن يخالفوا تعليمات الاطباء، ما بدي اقول لقوانين، تعليمات الاطباء يصفلوا. ابو جيك، ممنوع الرقص السنه، ممنوع الرقص السنة، ممنوع رقص السنة، ممنوع الرقص السنة، وممنوع الجاتو، ممنوع الرقص لأنه بس تتعب بتلهد. ما بعرف ليش متخيل محمد فهمي كان بس يروح يسهر، بس يخلص رقص يوقف بوجه اللي معه. ما بعرف، ما فهمت، أنا ما فهمت ليه واحد بس. أنا كنت دائما أرقص، بس أروح على أنا كنت دائما بس أروح على النايت كلاب، بروح دائما على النايت كلاب بلش ورقص وبس ارقص، حلوه الرقصه ايه، وبس ارقص روح على الطاوله. وبزق يمين شمال ابو الجيك وجاتو. انا اصلا بس كون في جاتو كلنا اصلا بس كلنا هيك بنطفي الجاتو اصلا ابو الجيك. من اليوم بالرايح حالتنا حاليه حرام، امبارح لقط اثنين برومي، في اثنين برومي يا حرام، واحد بريك دانس واحد رقص شرقي، يا حرام لقط واحد بريك دانس وواحد رقص شرقي، حالتهم حالي. وبعدين انتبه، ال 11 بتخلص السهره، ايه 11 بتخلص السهره، انت بتقول يا شباب صارت 11، يلا 5 4 3 2 1، ما في نيو يير، ما في نيو يير، او عادي نيو يير، عادي نيو يير ماينس 1 اور، ايه ماينس 1 اور، اصلا نيو يير سنه ماينس 1، شيء مش معقول ابو جي. بدي لهم انت ينعاد عليكم الا، ينعاد عليكم الا، ينعاد عليكم الا، ولا اي سبب اذا 11 بتخلص السهره، اي سبب تبلش 6 7، مين بيفتح السهره كذا دو يعني. سنه اصلا على حفلات راس السنه المنافسه بين ريم نعوم كذا دو وديدي، والله كسر عظم، كسر عظم ديدي وحياتك، كسر عظم، فايتين ببعضهم اصلا. اذا ديدي وكذا دو فاتوا ببعض بيجي الخبير بيقول لهم كيف بلايش. مان ما معقول بتبلش انت رايح سهره راس السنه، بدي اقول لك صاحبك الساعه 6 بعد الظهر بتبلش سهره 6، لا تخلص 11 بتبلش 6 بعد الظهر. انت بتبي، انت عم تحكي مع صاحبك، شو في بالباك جراوند ورا ما اسمه 3 بطات صفر وحلوين، انا ست حشوره بحشر حالي بكل شيء. ايه وينك راس السنه؟ ايه وين براس غنوه؟ غنوه انا بغنوه هلا، في غنوه بعدين عاصي الحلاني، غنوه بعدين عاصي الحلاني مريض طبعا. ايه 100% معك، 100% بعدين اول شيء ايه وينك ملقح بالحبتور؟ ما بعدك بعد الظهر انت قيلوله، وينك انت ملقح بالحبتوره؟ بعدني خالص غدا ايه بعدين 11 بتخلص،
يعني انت ديوير بتقضيها انت والفلاش يعني 11 بعد بتبوس الفلاش بكون بعده برا لانه ما في حدا سرب 11 بس شو بدك تعمل 11. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعة اللي بدك وين ما كنت.